سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب البدريين واللحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بداههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح وفلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وسم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والنمامين يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم طول أعمارنا على طاعتك وعلى خدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. സമർപ്പണ സമ്മേളനം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനറും ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ മുഖ്യ സാരഥിയുമായിട്ടുള്ള കെ പി മൊയ്തീൻ ഹാജി ആദരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു.